مظهر مبهر تمثله قرية زمان إحدى مناطق موسم الرياض 2021 والتي باتت تجتذب الزوار من مختلف الأجيال وخاصة جيل الألفية الذي نشأ في زمن التقنية، حيث يجد زوار القرية فرصة للتعرف على تراث الأجداد واستحضار الماضي. عبد الرحمن الشمري من يا هلا عاش هذه التفاصيل وعد لنا بهذا التقرير. قرية زمان، مشهد الصغار وشواهد الزمن القديم وتشكلات ناسه وتفاصيل الحياة الجميلة شكلوا نقطة جذب في إحدى مواقع موسم الرياض. حديث التاريخ ورونق الماضي، مشهد يبعث الدهشة في مكان تنافسي بين المواقع الأربعة عشر. طبعاً قرية زمان هي أحدى المناطق اللي موجودة في موسم الرياض 2021. هي قرية تتميز بالطابع التراثي، فيها فن، تراث، أكشاك، مطاعم. الفكرة من القرية هذه وإحنا ليش سوينا هذه القرية؟ بسبب أن اكتشفنا أنه في محتوى تراثي نبغى نضيفه في الموسم، فلذلك أنشأنا هذه القرية. تتكون القرية من 7 مناطق رئيسية اللي هي الدكاكين، الخوص، أنتل الطيبين، الميدان، التكية، والحوش. طبعا الفكرة من كل منطقة من هذه المناطق أنها تميز أو تسلط الضوء على منطقة معينة أو حرف معينة. مثل الدكاكين تسلط الضوء على الأكشاك والمبيعات التراثية، الخوص تسلط الضوء على المشاركين من الأسر المنتجة والحرفيين. عندنا منطقة الميدان هي المنطقة اللي يكون فيها العروض والفعاليات، وخلنا نقول نبض المكان كامل في القرية. تبلغ مساحة قرية زمان بموسم الرياض 65,000 متر مربع، إضافة إلى 25,000 متر مربع أخرى لمواقف سيارات الزوار. مجرد ما تدخل ما شاء الله تقدر تسترجع ذكريات الماضي بطريقة مباشرة، من ناحية الطراز المعماري، من ناحية الأسر المنتجة في كل ركن من أركان الفعالية. والله انطباعي عن القرية والله ما شاء الله شيء مبهر، ما شاء الله وأمور زينة، ما شاء الله شيء ما توقعت بها الصورة. وتتميز القرية بجمعها اهتمامات كل الأجيال بطابع تراثي قديم عبر جلسات مزينة بالأنوار وعروض تفاعلية تساعد في عيش التجار، والأجواء القديمة بكل التفاصيل التي كانت أساس الحياة خلال العقود الماضية. شكرا للزميلين عبد الرحمن الشمري واحمد العبد الكريم. نظم الجنائز